طاب مساؤكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الوطنية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تغطية خاصة. مشاهدينا الكرام، في إطار هذه الحلقة نحاول أن نسلط الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا وتداعيات هذه النتائج على الواقع السياسي الموريتاني. نحاول أن نتطرق لعديد النقاط مع ضيوفنا الأعزاء في حلقة الليلة من برنامج تغطية خاصة، وهم الدكتور سيد عمر والشيخنا رئيس تيار الوفاق الوطني. أهلا وسهلا بك دكتور. والإعلامي المصطفى والمحمد محمود، وهو المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا. أهلا وسهلا بك محمد مصطفى. إذا نبدأ مع الدكتور سيد عمر. بداية، كيف تعلقون على النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي ربما يعني كان الفوز فيها من صالح المترشح محمد والشيخ محمد أحمد وللغزواني مؤقتا، كيف تعلقون عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. في بداية أشكر قناة الوطنية على إتاحة هذه السانحة. الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت كما توقعنا وتوقع العديد من المراقبين انتخابات مفصلية مهمة في تاريخ البلد وتطور السياسي، بغض النظر عن ما صاحبها من جدل ومن مظاهر اعتراض، ولكن في جوهرها هي انتخابات مفصلية. انتخابات مفصلية لأنها كشفت عن خارطة سياسية جديدة، زعامات ومعسكرات سياسية ليست امتداد للمشهد ما قبل انتخابات 22 يونيو، هي جديدة بشكل كبير. هي انتخابات مفصلية أيضا لأنها أنتجت ميلاد أغلبية جديدة ومعارضة جديدة إلى حد ما. أغلبية جديدة أسميه لأن الرئيس الفائز الذي أعلن عن فوزه سيد محمد الغزواني، أعتقد أنه جاء بأغلبية جديدة. الأغلبية القديمة لم تعد قائمة، ولذلك لو كانت قائمة بشكلها وبنفس الوتيرة والقوة ما كان ليحصل على 52% فقط. إذن الأغلبية الماضية تأكلت، ولولا شخصية مرشح السلطة محمد الغزواني الاستيعابي والقبول الذي لاقى لكانت الأغلبية القديمة اندثرت بشكل كامل. ولكن شخصية المرشح، وجود أحزاب وقوى معارضة التحقت به، هذا شكل أغلبية جديدة، وبالكاد حصلت على أغلبية بسيطة 52%. هذا مؤشر جديد. في المقابل المعارضة أيضا حصلت على مستوى كبير جدا، حدود 48%. هذا أيضا مشهد جديد، وأيضا مشهد انقسام سياسي وانتخابي حاد، يجعل من الضروري جدا إحداث توافقات وطنية ونوع من التشارك. ولذلك كنا في تيار الوفاق الوطني الذي تأسس 6 أشهر قبل الانتخابات الرئاسية أول من نبه إلى حاجة البلاد إلى التوافق السياسي والتشارك الوطني، وأن حالة الإقصاء والجفاء وأغلبية في مواجهة أقلية، موالاة في مواجهة معارضة، هذا منطق متجاوز. البلد بحاجة اليوم إلى منطق جديد، وأعتقد أن هنالك استعداد من جميع الأطراف، وهكذا أتوقع وأقرأ المشهد، يمكن أن يشكل خارطة جديدة تكون في خدمة موريتانيا. طيب، انتقل إليك مصطفى، وربما انتقل إليك بهذه العبارة التي وردت على لسان الدكتور، وهي بأنه هذه النتائج رسمت خارطة سياسية جديدة، وأشار إلى وجود أغلبية جديدة انطلاقا من النتيجة. كيف يعني، هل تشاطرونه نفس الرأي، وما هو تعليقكم مجملا على تلك النتائج؟ شكرا جزيلا، شكرا لقناة الوطنية على هذه الاستضافة، شكرا للدكتور. في البداية أريد أن أدخل في بعض النقاط التي أعتبرها مدخل للسؤال. لابد أن نعلق على يوم الاختراع في هذه الانتخابات التي كانت مفصلية، وأوافق الضيف في هذه العبارة، كانت مفصلية وتاريخية بما في الكلمة من معنى. في هذا اليوم التاريخي الذي شهدته موريتانيا في 22 من هذا الشهر، كانت هناك ميزات تميز هذا اليوم المفصلي. نحن كإعلاميين كنا في الميدان، تجولنا في بعض
المكاتب الموجودة في ولايات المشروط الثلاث. لاحظنا مشاهد يجب التنويه بها والإشادة بها. النقطة الأولى أن كانت هناك مجموعات من الشباب من الموريتانيين دورهم هو أن يعطوا للناخب الموريتاني رقمه التسجيلي بدون أن يسألوه ممن ستنتخب. هناك وعي ديمقراطي لأن موريتانيا ليست البلد المراهق في الديمقراطية ولا في الانتخابات. هذا أمر يذكر فيشكر عندما تكون هناك نخبة عند أبواب المكاتب وتعطي للناخب الموريتاني رقمه من دون أن تسأله من ستصوت، لأن الهدف هو أن لا يضيع هذا الصوت سواء كان لفلان أو لعلان، وهذا حقا مشهد راقي في الديمقراطيات. النقطة الأخرى هي نتائج هذه الانتخابات. أنا في اعتقادي بأن نتائج الانتخابات حملت الكثير من المفاجآت. أريد أن أصل إلى ما الذي أدت بنا هذه المفاجآت. أدت بنا إلى أن الانتخابات شفافية نوعا ما، منطقية نوعا ما، في المستوى نوعا ما، لا أقول شفافية 100% ولا أقول منطقية 100%، لكن من يقرأ المشهد السياسي ومن يقرأ النتائج يدرك تماما أن الانتخابات جرت في ظروف مقبولة عند الجميع، حتى المراقبون الدوليون أشادوا بذلك، حتى أيضا المواطنون الذين أشادوا بهذا يوم الاقتراع. هذه النتائج حملت الكثير من المفاجآت. المفاجأة الأولى هي نجاح المترشح محمد الشيخ الغزواني بنسبة 52%، 52.01. هذه كانت مفاجأة، لأن القراءة السياسية والقراءة الخارطة السياسية كانوا يتوقعون نسبة 52 إلى 58 إلى 64. المفاجأة الأخرى هو الدور الذي مكن الرئيس بيرام الداه عبيدي من أن يكون في الرتبة الثانية، لأن المراقبون والمحللون والمنظرون كانوا يقولون أن الرتبة الثانية لصالح المترشح سيد محمد المبكر، وبالتالي انقلبت الموازين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الانتخابات فقط وجدت بعضا من المصداقية، بعضا من الشفافية. هذه الانتخابات أعود وأكرر لأول مرة لا يكون فيها الجالس على الكرسي من بين المترشحين. هذه الانتخابات الأولى في تاريخ موريتانيا لا ندري ما هي نتيجتها. هذه النتائج تؤدي إلى ما كنت أقول إن المفاجأة كانت أن يفوز المترشح محمد الشيخ الغزواني بنسبة 52.01، وأن يكون أيضا داه بيرام عبيدي في الرتبة الثانية قبل المترشح سيد محمد المبكر، لأن المحللون كما أقول وأكرر والمنظرون والمحللون كانوا يعتقدون بأن الفائز الأول هو محمد الشيخ الغزواني بنسبة أكبر مما كان. جيد، فيما يتعلق بنقطة الأغلبية الجديدة، هل تعتقد لا خلينا في هذه النقطة هذه خارطة سياسية كل يقرأها كما يرى، كل يحللها. أنا أريد أن أحلل الأهم. الأهم هو العرس الديمقراطي الذي عاشته موريتانيا. هذه هي النقطة الجوهرية. هذه الانتخابات برهنت على ما يلي. اسمح لي شوي نقاط جوهرية مهمة. برهنت على أن الشعب الموريتاني ليس شعبا مراهقا في الديمقراطية. برهنت على أن الأمن الموريتاني ليس أمنا مراهقا في الحفاظ على أمن واستقرار المواطن الموريتاني. كما تعلم ولا بد أن نتطرق إلى هذه النقطة، اليومين الأخيرين قبل يوم الاقتراع وحتى في يوم الاقتراع هناك بعض المترشحين عقدوا مؤتمرا صحفيا وقالوا إن الانتخابات شابتها بعض الخروقات وتم التصوير في منتصف النهار، وهناك من المترشحين من قال أيضا لنا كصحفيين كإعلاميين لا يمكن للتعليق فالوقت ما زال باكرا. يعني هناك تقلبات في 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 بعض المترشحين في يوم الاقتراع. بعد ذلك
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة، وهذه اللجنة قامت بنشرها في موقعها الإلكتروني. أنا أقول هذه اللائحة التي تابعناها كلها المحاضر كانت موقعة من طرف ممثلين للمترشحين كلهم، لأن المحضر الذي يأتي من المكتب لابد من توقيع جميع الممثلين للمترشحين المحضر، وبالتالي نشرته كما هو كما وصلها. ما أريد أن أصل إليه أيضا هو بالتحديد هذه الانتخابات. خلينا نحكي عن هذه الانتخابات. هذه الانتخابات برهنت على مسائل عدة بسرعة نعم بشكل سريع. هي السكينة العامة لجو يوم الاقتراع وحتى للحملة الانتخابية طيلة أسبوعين كاملين. هذا جو السكينة. هناك من أراد هدمه، هناك من أراد أن يوقف الفرحة عند الموريتانيين. من هم؟ هم أجانب. أنا لا أحمل الموريتانيين ما حدث، إنما أحمله للأجانب الذين لا دور لهم سوى الغيرة من هذا الأمن والسكينة الذي تعيشه موريتانيا. وبالتالي ليس من حق الأجنبي أن يتدخل في الشأن الداخلي الموريتاني، لا من حق الماليين ولا من حق السنغاليين ولا من حق الغامبيين ولا من حق النيجيريين ولا من حق الأفواريين. نحن مقيمين في الخارج، نحمل الإقامة الأوروبية، نحمل الجنسية الأمريكية، نحمل الجنسية الكندية، لكن ليس من حقنا أن نتدخل في الشأن الداخلي الشأن الداخلي. نعم. لكن مع ذلك أشيد هنا فقط بنقطة جوهرية بالتعامل. الأجهزة الأمنية لا جريح لا قتيل لا حتى جروح طفيفة تعاملت مع الحدث بحكمة وحنكة. النقطة الأخرى التي أريد أن أصل إليها قبل أن تعود للدكتور هي النقطة الجوهرية، وأنا أقول كانت نقطة ذكية. قطع الإنترنت كانت حكمة بالرغم من سلبياته على الاقتصاد ومن سلبياته علينا كإعلاميين في نشرات الأخبار وفي المواقع الإلكترونية، لكن عندما نتحدث عن الأمن والاستقرار لا تحدثني عن الديمقراطية ولا تحدثني عن الانتخابات ولا تحدثني عن القانون ولا الدستور. الأمن والاستقرار فوق قبل كل شيء. طيب شكرا مصطفى، أعود إليكم دكتور. بداية يعني أنتم كنتم جزءا من حملة المترشح محمد والبوبكر، وأعتقد بأن المعارضة يعني عقدت مؤتمر صحفي وقالت بأنها ستقدم طعون للمجلس الدستوري في هذه النتائج. هل يعني انطلاقا من كلامكم قبل قليل عن فوز المترشح محمد والشيخ محمد أحمد الغزواني ونجاح هذه النتائج في خلق أغلبية جديدة في موريتانيا يعني دليل على أنكم لا تشاطرون ربما المترشح الذي كنتم تدعمونه قضية الطعون في الانتخابات، أو لديكم موقف آخر مغاير؟ أنا أذكر بأنه أعلن عن تضامني مع الأخ في فكرة أن الانتخابات في الحملة مرت بأجواء ممتازة جدا وديمقراطية، وكانت حملة أخلاقية إلى حد كبير، ليس فيها تجريح ولا فيها إساءات ولا فيها توتير. أيضا يوم الاقتراع كان في شكله العام كان ممتازا من حيث الأمن والسكينة والهدوء، لكن الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه مما جرى يوم الانتخاب بأن مزيد من العناية باللجنة المستقلة للانتخابات. هذه لجنة وطنية أوكلت إليها مهمة خطيرة وحساسة، ينبغي أن يراعى القانون المنشئ لهذه اللجنة والذي ينص على وجوب تمثيل بالتناصف بين المعارضة وبين الموالات، وهذا للأسف الشديد لم يحصل في هذه اللجنة التي أشرفت على هذه الانتخابات. أيضا موضوع المراقبين الدوليين أيضا لم يسمح لهم باستثناء الاتحاد الأفريقي، وهو هياكل رسمية لديها أسطوانة معروفة وتشارك في كل انتخابات ولديها نفس الأسطوانة المشروحة. ومع هذا الانتخابات في شكل عام كانت شفافة في شكلها العام، ولكن حدثت مظاهر تزوير بالأساس هي عبارة عن تصويت المتكرر أو عن طرد ممثلين هنا أو مكاتب هنا، ولذلك المترشحين الرئاسيين ومن بينهم المترشح سيدي محمد البكر الذي كنت أدعم لديهم طعون مؤسسة على خروقات وتجاوزات
وقد تقدموا بها إلى المجلس الدستوري، وهذه خطوة إيجابية ومهمة أن نلجأ إلى المؤسسات المعنية لنعرض أمامها هذه الخروقات وهذه التجاوزات. وإن كنت حسب تجربة الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن المجلس الدستوري في الغالب للأسف الشديد لديه رد جاهز هو أنه مرفوض شكلا، وفي الغالب لا يرد المظالم. ومع هذا المترشحين الرئاسيين لديهم الحق الكامل وملاحظاتهم مهمة للغاية وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن الشيء الأهم حقيقة هو ينبغي أن نعلم أن الديمقراطية لا تنشأ إلا في جو من السلم، ولا تتطور إلا في جو من التسامح، هكذا تقول تجارب مسارات التحول الديمقراطي في العالم. وعلينا أن نستغل هذه الفرصة على المرشح الفائز الذي يعلن عن فوزه من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات أن يعلم أنه حصل على 52 فقط، وأن فيه 48% من الموريتانيين صوتوا ضد خياره وضد مشروعه. إذن بموجب الديمقراطية الأغلبية الفهم الميكانيكي لها أن عليه أن يحكم ب 52%، ولكن الحكمة السياسية تقتضي أن نقول بأن هذه 48% من الشعب الموريتاني لا يمكن إقصائها، وينبغي إشراكها في الشأن العام وفي صناعة القرار السياسي الوطني في المرحلة القادمة. هنالك نمطين من الديمقراطية، الديمقراطية التوافقية كل واحد لكن اللي حصل عليه ينطاله من الأصوات من القرار ومن السلطة، وهنالك الديمقراطية الأغلبية اللي حصل على أغلبية بسيطة يحكم. ولكن الدراسات الجديدة حول الديمقراطية أثبتت وأكدت على أن نمط الديمقراطية الأغلبية في جوهره غير ديمقراطي، لأن جميع المعنيين بالقرار ينبغي أن يشاركوا في صناعته، وبالتالي علينا أن نطور، إما أن نلجأ إلى الديمقراطية الأغلبية في المستقبل وهذا الشيء مفيد لنا في مجتمع منقسم متعدد ومهم لنا في ملفات أخرى، وقبل أن نصل إلى هذا أن نطور أن ندخل تحسينات على نمط الديمقراطية الأغلبية من خلال بناء توافقات سياسية. الرئيس المنتخب عليه أن يشرك هذه الأطراف التي حصلت على 48% من أصوات الموريتانيين، بذلك ننتقل من الأغلبية البسيطة إلى أغلبية واسعة ونقضي على الإقصاء السياسي. تصور نحن من 92 يفوز مرشح دائما هو صاحب السلطة ويتم إقصاء البقية، هكذا حدث 92، هكذا حدث 2003، هكذا حدث 2007، وهكذا تكرر 2009. هذا المنطق ينبغي أن يتم إيقافه نهائيا. هذا وطن يحتاج إلى جميع أبنائه، إلى جميع الكفاءات. لو كانت رؤية أو برنامج أو طرح هذه المعارضة التي حصلت على 48% كما تشير لكانت رجحت، لو كان هذا الطرح مقنع بالنسبة للشعب الموريتاني أو يريد أن تطبق هذه الرؤى ميدانيا لكان رجح كفة المعارضة على الأغلبية. ما دام رجح كفة محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني بنسبة 52% فعلى الرجل أن يطبق برنامجه الانتخابي. هل المعارضة ستقبل تكون جزءا من برنامج الانتخابي أم لن تقبل؟ هذه الإشكالية المطروحة. لا تنسى أن هنالك جدلا لا يزال قائما، وأن هنالك طعون حول القبول بهذه النسبة، هل هي 52 أم أقل كذا، هل سيكون كان في الشوط الثاني أم لا، هذا أنت حطه في حسابك. هاي واحدة. اثنين، هنالك انقسام حقيقي ما بين 48% و 52% إذا اعتبرنا هذه النتائج شرعية ونهائية. النقطة الأخيرة، هذا الشارع الموريتاني، هذه الانتخابات، إذن هذه أصوات ما يمكن تترك سدى، لازم أن تنعكس في القرار والمشاركة. وأي رئيس حكيم يريد أن يخرج البلاد، لاسيما أن هذه الانتخابات أظهرت نوعا من التصويت على أسس عرقية وفئوية وشرائحية وكذا، إذن هذا ينبغي أن يراعى وأن يتم الاهتمام به. وهنالك صيغ كثيرة، يمكن أن الرئيس الفائز لديه مشروعه وحصل على التزكية، ولكن يمكن من خلال التوافق السياسي أن يدخل بنود إلى مشروعه من المشاريع السياسية المنافسة، وأن يعمل على توافقات مفيدة للبلد ولديمقراطيته ولمؤسساته وللظرفية التي نعيشها الآن، ظرفية اقتصادية صعبة، مستويات مهولة من البطالة، تحديات أمنية، تحديات إقليمية، ونحن نتوجه إلى عصر الغاز الذي يحتاج بناء الدولة القوية
وبناء المجتمع المتماسك. جيد، أعود إليك أستاذ مصطفى في نقطة الأمن التي أشرت إليها، يعني الحراك الذي أعقب هذه النتائج الانتخابية، يعني الأجهزة الأمنية تعاملت معه بشكل يعني جيد جدا واستطاعت إحكام القبضة الأمنية كما هو مطلوب. ووزير الداخلية خرج يعني في مؤتمر صحفي وطمأن الشعب الموريتاني حول الوضعية الأمنية بشكل عام، وتحدث عن أن المعتقلين جلهم أجانب، يعني ما الرسالة التي تقرأ من وراء يعني هذه التصريحات؟ لماذا الأجانب بالتحديد؟ هناك رسالة واضحة للموريتانيين مفادها كالآتي: أنتم أيها الموريتانيون تحسدون على ما فيه من أمن واستقرار، أنتم أيها الموريتانيون محيطكم يلتهب وأنتم في أمان، أنتم أيها الموريتانيون تعيشون في وحدة وطنية والدول تتمزق. رسائل متعددة، جيد، لكن هيهات هيهات. من يعتقد أنه بإمكانه أن يزعزع الأمن والاستقرار في موريتانيا فهو واهم وواهم وواهم. من أراد أن يفكك وحدتنا الوطنية فهو واهم وواهم وواهم. نحن نرد عليهم برسائل على الميدان أثبتناها. كم من بلد احترق؟ كم من بلد اشتعل؟ لا، نحن لا نحافظ على أمننا فقط، نحن دعاة للسلام في البلدان الأخرى، نحن نحافظ على أمن واستقرار دول إخوتنا في الجوار. نحن لا تعنينا موريتانيا فقط، نحن أصبحنا نتخطى الحدود للدفاع عن الإنسانية، للدفاع عن الآدمية، ليس عن الشعب الموريتاني فقط. أمننا، قواتنا المسلحة، جيشنا الباسل الآن يدافع عن الآدمية، عن الإنسانية في دول الجوار. أما بعد أن أمن وقرر أن موريتانيا في أمن واستقرار، هذه نقطة واضحة للجميع. ضيفي ودكتور تحدث عن بعض النقاط. الديمقراطية، ما معنى الديمقراطية؟ هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. في الأنظمة الديمقراطية لا بد أن يكون هناك أغلبية وأن تكون هناك معارضة. هذه هي الأنظمة الديمقراطية. على المترشح الذي فاز بأصوات الموريتانيين بكل شفافية وبكل بكل سكينة أن يطبق برنامجه الانتخابي الذي انتخب عليه. على المعارضة أن تكون قلبا نابضا للرئيس المنتخب وللشعب الموريتاني. لا بد أن تكون الكفتين، هناك كفتان، كفة المعارضة وكفة الأغلبية. أيضا المعارضة أسست لها أمور دستورية، هناك مؤسسة ديمقراطية يحميها القانون والدستور. هذه المؤسسة الديمقراطية من يكون عليها؟ هل هو من الأغلبية البرلمانية في البرلمان؟ لا، هناك أغلبية موجودة في البرلمان ينتخب منها رئيس مؤسسة الديمقراطية في موريتانيا. ما هو أهدافه؟ ما الذي يحمله؟ هو أن ينبه الحكومة أين أخطأت، أين أفلحت، وأن تكون المعارضة عين ساهرة مثل ما هي عين ساهرة في الأغلبية، لأن الهدف هو الوطن، وما دام الوطن هو الهدف للجميع فلا مانع أن تكون هناك فكرة أغلبية وهناك معارضة. ضد فكرة الديمقراطية التوافقية، مسألة أخرى، تجزئة يعني المناصب وغيرها. مسألة أخرى، نحن الآن اللجنة المستقلة للانتخابات أكملت دورها عندما أعلنت النتائج المؤقتة للانتخابات. هذه اللجنة، وكما قال وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي وأنا كنت موجودا هناك، قال كان هناك تشاور وليس حوار، كان هناك تشاور مع المعارضة أن يقبل النظام أو تقبل الأغلبية دخول ثلاثة من المعارضة للجنة المستقلة للانتخابات ممثلة للمعارضة، مع أن اللجنة شكلت حينها من المعارضة ومن الأغلبية، لكن عندما اضطر الوضع أن يكون هناك تشاور النظام
فتح أبوابه عن طريق وزير الداخلية والتقى المعارضة. هذا ما قاله وزير الداخلية في مؤتمر الصحفي، وقال كان هناك تشاور وليس حوار. فتحت قناة تشاورية معهم إلى اللحظة الأخيرة، ووافقنا على 3 ليمثلوا المعارضة في اللجنة، لكن في اللحظة الأخيرة رفضت المعارضة. ماذا 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 نريد؟ في اللحظة الأخيرة رفضت المعارضة. طيب إذن، لكن في النقطة الأخيرة الآن بعد إعلان النتائج المؤقتة، الكلمة الأخيرة عند المجلس الدستوري. من حق المترشحين كما فعلوا أن يبعثوا بطعون إلى المجلس الدستوري، لأنه هو الهيئة المخولة بالرفض أو القبول. أما اللجنة المستقلة للانتخابات فهي نظمت انتخابات، كانت انتخابات الأولى كانت أعقد من هذه الانتخابات، كانت انتخابات برلمانية وتشريعية وشهوية ومعقدة بما في كلمة المعنى، رغم أنها نظمت في أجواء كانت مرضية للجميع. الآن اللجنة في مؤتمرها الذي أعلنت عنه النتائج قال رئيسها إنه لم يقل إن الانتخابات شفافة 100%، ولم يتعهد بذلك، ولكن قال سنبذل قصارى جهدنا، وهذا ما تحقق. نحن شهود عيان كنا في الميدان، نعلم كما قال الدكتور شاهد عيان على في الميدان أن الانتخابات جرت في ظروف مقبولة وفي ظروف طبعتها السكينة والألفة والرحمة بين الجميع. جيد، شكرا. نعم دكتور، تفضل بالتعليق. الفهم الكلاسيكي للديمقراطية الأغلبية أنه الذي يفوز يحكم والبقية تبقى في المعارضة، هذا موجود وقائم، لكن تختلف الدول. في الدول القوية اللي فيها القانون وفيها مجتمعات متماسكة وفيها دولة قوية يمكن نعمل هذا الخيار، لكن في الدول الضعيفة اللي ما زالت فيها مشاكل تتعلق بالحكامة وبتطبيق القانون، إن الطرف اللي يحكم يعمل على إقصاء الآخرين، يظلمهم بالضرائب، يظلمهم يقصيهم من مناحي الحياة، يضايق رجال أعمالهم، يضايق كفاءاتهم، من استحق منهم شيء لا يجده يتم الاعتراض عليه، وبالتالي تكون المعارضة محرقة تهرب منها الناس، تفر لواذا إلى السلطة، تكون طاردة، يعني طاردة، لأنها عبارة عن الحرمان والإقصاء والمظالم الاقتصادية، وبالتالي هذا يميت الأحزاب ويميت القوى المعارضة، وبالتالي يحدث يتضخم جسم الأغلبية وتصاب المعارضة بالهزال نتيجة للوضع المختل وغياب القوانين. وهذا هو اللي حدث عندنا خلال تجاربنا الماضية. لكي نحافظ على الديمقراطية ونحافظ على التشارك الوطني ونبني الدولة ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق. في المرحلة الحالية ينبغي أن نعلي قيم التشارك والتوافق الوطني، أن يتم إشراك الجميع، وبالتالي نقضي على الإقصاء. هذا الإقصاء اللي موريتان لا بد يوضع له حد. ما يمكن تكون أحزاب وقوى سياسية وكفاءات لديها الخبرة، لديها الكفاءة، لديها الإرادة الوطنية الصادقة، لديها الشعبية باعتراف صناديق الاقتراع، ويتم حرمانها لأن السلطة خياراتها دائما تنجح باعتبارات ليس هذا مكان بسطها. نعم، لكن ما ذنب هي 48%؟ هل يتم إقصاءها بحكم الديمقراطية؟ ودائما تماسيح التسلطية والإقصاء في السلطة يلجؤون إلى هذا الخيار، الديمقراطية نحن فزنا وبالتالي نحكم، والآخرين يذهبون إلى الجحيم. هذا منطق غير وطني وغير ديمقراطي. طيب، لكن هذا يلزم أيضا المعارضة بأن تعطي صورة حقيقية عن المعارضة الموجودة في الدول المتقدمة كما أشرت، والتي توجد بها حكامة وقانون، يعني أن تعطي صورة حقيقية لهذه الديمقراطية، ديمقراطية بناء، يعني تنتقد ما يجب انتقاده وأيضا تثمن ما يجب تثمينه. نحن أيضا نعيش على وقع معارضة لم تثمن ولا تثمن، ويعني تفتح النار نيران الانتقادات على كل شيء بإيجابياته وبسلبياته. هذا جميل. أعلق على الموضوع وقبل ذلك أعلق على نقطة أذكرها، أن فيه مؤسسة زعامة المعارضة. أولا أن تكون المعارضة مؤسسة دستورية وزعامة، هذا في الحقيقة جوهر إقصاء، هذا نموذج قادم من الغرب مفيد هناك، لأنه في الغرب في مؤسسات وديمقراطية راسخة، ولكن عندنا في مثل هذه الدول هو عبارة عن مؤسسة الحرمان والإقصاء. وبالمناسبة زعيم المعارضة لا يسأل عن شيء، ينبغي أن يتم التشاور معه كل 3 أشهر، الرئيس لا يسأله عن شيء، رئيس الحكومة لا يسأله عن شيء. إذن هنالك حرمان وإقصاء حتى ولو كان ذا طابع مؤسساتي. النقطة الثانية، فعلا موريتانيا تعاني من قضيتين، واحدة تسلطية السلطة
واستفرادها وإقصائها، واحدة عدمية المعارضة وحديتها. ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق. السلطة تنفتح على المعارضة وتشاركها وتعمل توافقات، والمعارضة في المقابل عليها أن تلين في يد السلطة والوطن وأن تشارك بمسؤولية وأن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. ثم إن الظروف الحالية للبلد تتطلب على ضوء ما حدث في الانتخابات الأخيرة وعلى ضوء الاستحقاقات والانتظارات والمشاكل الإقليمية التي ذكر الأخ، علينا في هذه المرحلة أن نعمل توافقات وطنية على الأقل، ونؤخر الانتخابات البرلمانية إلى ظرفها العادي أو سنتين أو ثلاثة. لكن توافقات وطنية في ظل ماذا؟ نحن لا نعيش أزمة دستورية، لا نعيش نحن نعيش انقسام سياسي، كيف نحن نعيش انقسام سياسي حاد. هنالك آمال نحو التغيير تم إحباطها، هنالك نظام امتداد للنظام إحباطها عن طريق ماذا؟ هنالك عن أسباب صناديق الاقتراع. الدولة ومال الدولة وسلطة الدولة ومؤسسات الدولة عندما تكون في جانب وتكون القوى السياسية الأخرى مكشوفة الظهر، هذا ليس منصفا وليس عدلا. عندما تكون زعمات القبائل وشيوخ الطوائف وأطر الدولة وضباطها وجنرالاتها في خندق، هذا مش منصف. دعنا من هذا، لنفترض نحن أمام انقسام. دكتور دعونا بأن هذا يعني وقع، بأن الدولة ومؤسسات الدولة وقوة الدولة كلها كانت في جانب مترشح معين على حساب مترشحين آخرين. كيف تكون النتائج؟ كيف تكون النتائج؟ 52% والمعارضة 48%، يعني فرق بسيط، والدولة هنالك نقمة في قليها، لأن هنالك إحباطا عاما، وأن هنالك نقمة شديدة، وأن هنالك تذمرا من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية صعب للغاية. أن يصوت الشعب إلى 48% للمعارضة، هذا أكبر مؤشر على أن هذا الوضع لا يطاق. والسلطة لديها فيها أذكياء وفيها عقلاء وفيها ساسة يفهمون هذا. دعونا يا جماعة ننتقل إلى وضع جديد. دعنا فقط هناك نقطة ننتقل إلى وضع جديد من التشارك والتواصل. مصطفى نقطة رئيسية نعلق على شيء. نعم تفضل مصطفى بسرعة، لأن هناك نقطة مهمة. أنا حقت أتفهم الدكتور لأنه كان داعم لمترشح ولم يفز، وتفهم وضعيته الآن. لكن دكتور ذكر بعض النقاط، ويتحدث عن الإقصاء. هناك فرق بين الإقصاء وهناك فرق بين المعارضة. أنا عندما أقول هناك أغلبية وهناك معارضة، أنا أعي ما أقول. الأغلبية لا تنظر إلى المعارضة نظرة إقصاء ولا تهميش. وأنا أريد أن أطمئن الدكتور أن الرئيس المنتخب في برنامجه العدالة الاجتماعية، وفي برنامجه حفظ حق المغبون والمحروم، وهذا ما تحدثت عنه. عندما نقول إقصاء معنى أني همشت النظرة الأخرى. عندما أقول إقصاء همشت بعض مواطنية الكرام، لكن هو تفهم هذا الموضوع ووضع في برنامجه الذي يضم الكثير بمسألة المغبونين والمحرومين، وهذا ينص على العدالة الاجتماعية. عندما نطبق العدالة الاجتماعية فلا تحدثني عن المعارضة ولا عن الأغلبية. المعارضة دورها معروف والأغلبية دورها معروف، لكن عندما يكون هناك إقصاء من الأغلبية نحو المعارضة أو نحو أي مواطن آخر، فهذه نظرة إقصائية. هو الذي يحاول المنتخب، الرئيس المنتخب الجديد، أن يوقف حد لهذه التصرفات. وأنا أقول وأكرر مرة أخرى، تطمئن أن الرئيس المنتخب لم يجرب في قضايا إلا وكان أثره العدالة الاجتماعية موجودة. لم يجرب في منصب تقلده إلا كانت العدالة الاجتماعية همه الوحيد. وبالتالي طيب، كانت العدالة الاجتماعية والمغبونين والمحرومين من أولويات برنامجه الانتخابي. اسأل من ترأس عليهم. اسأل من خابروه. هذا مهم. نحن الآن نعيش أملا لن يخيبه لك بإذن الله. هنا من لم يصوتوا له فسيجدون حقهم بكل عدالة وبكل إنصاف، لأن الرئيس المنتخب أثبت
عدالته الاجتماعية في كل المهام التي تقلدها. طيب. وبالتالي واضح. لا خوف ولا هم يحزنون. العدالة السياسية. طيب جيد دكتور، دعنا نتحدث عن نقطة مهمة. أنت تتحدث عن معارضة وتقول بأن الشارع الموريتاني جزء منه كبير مؤمن بهذه المعارضة ومؤمن بطرحها ويشكل قاعدة شعبية لها، لكن النتائج أظهرت يعني شيء مغاير تماما، ربما كان في صالح نظام الحاكم حتى، وهو قضية تجديد الطبقة السياسية، وكأن الشعب الموريتاني من خلال هذه النتائج يقول أنا أريد الجديد بدل القديم. يعني المعارضة التقليدية تقهقرت، والمولود أحمد ولداد داه، يعني حتى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل إذا ما حسبنا بأنه معارضة تقليدية في دعم محمد البوكر تقهقر هو الآخر، واحتل برام المرتبة الثانية، وكأن الشارع الموريتاني يقول نريد تجديد الطبقة السياسية بدل الاعتماد على الوجوه التي ألفناها. الشارع الموريتاني قال الاستحقاق، نريد التغيير ونريد العدالة الاجتماعية ونريد تكافؤ الفرص ونريد اشراك الجميع. والصوت كان واضحا في جميع المرشحين، كانت الأصوات معبرة عن هذا الموضوع، سواء أخذت برام أو سيدي محمد أو كان أو محمد المولود أو غيره. إذن كانت التغيير كان مطلبا جوهريا، وعندما يصوت الشارع الموريتاني بنسبة 48% فهذا مؤشر كبير جدا وقوي. وعندما تقهقر السلطة ومرشحة إلى 52% هذا مؤشر ينبغي أن يقرأ أغلبيتها لوجوه جديدة، يعني ليست من المعارضة ولم تعرف تقليد. في النهاية هؤلاء المرشحين عبروا عن خط معارض للسلطة وعن خط يطمح إلى التغيير، لكنهم حديثي عهد بالمعارضة، خط يطمح إلى التغيير. سيدي محمد المبكر مثلا كمثال، هو شخصية التفت حوله أحزاب وقوى، منها من المعارضة ومنها من الموالاة. إذن هذا كان أنا دعمته لأنه أعتقد أنه يمثل الخيار الأنسب لموريتانيا نظرا لتجربته ونظرا لأنه شخصية مدنية ولديه خبرة وكفاءة، وآخرين رأوا في برامة نفس المواصفات أو في كان. ينبغي أن يقرأ ما حدث 48 مواجهة 52، ينبغي أن يقرأ وأن يرتب عليه توافقات سياسية وطنية. وأعتقد أن رئيس المنتخب حسب ما أسمع عنه وحسب شخصيته أنه قادر على استيعاب هذه الأمور، وحتى داعميه كانوا من مواقع مختلفة. وأعتقد أن السلطة لو رشحت شخص آخر غير ولي القزواني لكانت وصلت إلى الرتبة الثالثة، لكان حصل ما حصل لها في السبخة، الحزب الحاكم في السبخة البلاد الأخيرة كان الرتبة الثالثة، أو حصل لها ما حصل في زاير الكونغو الديمقراطية كان مرشح الحزب الحاكم في الترتيب رقم 3. لكن شخصيته هو الاستيعابية والتفاف أطراف من الموالاة والمعارضة حوله، والمعنى العميق، لأن أنت تعلم أنه هذه انتخابات لم يشارك فيها أحد من المنطقة الغربية الموريتانية أو من المنطقة الشمالية. الجهات التي حكمت موريتانيا في المراحل الماضية لم يكن فيها مرشح في الانتخابات الأخيرة، وهذا معنى سامي أن الموريتانيين تجاوزوا الانقسامات المناطقية والجهوية التي كنا نخوف منها وتم استغلالها 92 وتم استغلالها دائما. إذا الموريتانيين تجاوزوا هذا واختاروا رجل من مناطق أخرى ومن جهات أخرى رأوا فيه كفاءة أو رأوا فيه معايير واضحة. هذا شيء مهم ينبغي أن نرتب على هذا المعنى، لكنه سوق لهم على أنه استمرار للنهج، سوق لهم على أنه استمرار النهج الذي كان قائما فلم يرفضوه، وهذا هو دليل على أعتقد أن محمد الغزواني كان جزء من استمرار النهج، ورغم رغبته في أن يأخذ منحا آخر أو وأي شخص يصل للسلطة سيكون لديه اتجاه آخر، ولكنه كان في وضع حرش لا يمكن أن يرفض أو يتنصل من استمرار النهج أو أن يتنصل منه، وكان عليه أن ولكن الآن هو بعد تنصيبه والآن بعد أن فاز في الانتخابات عليه أن يرتب أوراقه جيدا وأن يعلم أن يقرأ الاستحقاق الرئاسي وخارطة السياسية الجديدة، وأن يفهم أن موريتانيا في وضع جديد وأن الأنماط التي كانت سائدة لا يمكن أن تستمر أبدا، وعليه أن يكون فاتحة خير للتوافق الوطني وإشراك جميع المكونات الوطنية سواء برام أو كان أو سيدي محمد البكر أو محمد المولود أو غير المرشح. طيب بعجالة لأن الوقت بدأ يداهمنا يشر لي المخرج،
برأيك يعني وزير الداخلية حتى في تصريحاته حول هذه الأحداث التي أعقبت يعني إعلان النتائج المؤقتة، أشار إلى أن هناك نعم هناك علاقة لمن تم اعتقالهم ببعض المترشحين، أشار بكلمة بعض المترشحين. هل تعتقد بأن المعارضة يعني الموريتانية بدأت يعني تظهر جانبا لا يؤمن كثيرا بالعملية الديمقراطية برأيك؟ صحيح، هذه العبارة وردت على لسان وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي، وسؤال كان لي عندما سألته عن الأيادي الأجنبية، قال لي لها علاقة ببعض المترشحين، لكن المفهوم الذي فهمته شخصيا من وتحليلي لهذه العبارة أن وزير الداخلية يقصد الظرفية التي انتهزها الأجانب في 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 العاصمة. عندما يعقد مترشح في منتصف النهار مؤتمرا صحفيا ويقول هناك تصوير في منتصف النهار، يعني أنت فتحت الباب لبعض الأمور التي قد لا تتمكن في حمايتها، لأن التصوير والتلفيق والأمور التي تتناسب يوم التصويت مكانها معروف، هناك طعون، هناك مجلس دستوري، هناك قانون، لك الحق أن تسلك الطريقة الدستورية لما تريد أن تصل إليه، لكن أن تنزل إلى الشارع، أن تطلب أن تخرج الجماهير، يعني أنت تسببت وإن كنت بنية حسنة، لكن في المقابل حتى لا نظلم المترشحين، أنا كنت في بعض المؤتمرات الصحفية، حضرت مؤتمر الصحفي للرئيس برامو للداهو العبيدي ومعه الرئيس محمد المولود ومعه الرئيس كان حميد بابا، عندما قالوا نحن أجلنا المسيرة خوفا على الوقت، خوفا على أمننا واستقرارنا، هذا لابد أن نشيد به في خانة الوطنية. عندما يجلس مترشحين للرئاسة ويقول نحن نترك هذه المسيرة حفاظا على أمننا واستقرارنا، هذا يحسب لهم، لأن الوطنية ليست ملكا لي ولا ملكا لك ولا ملكا للدكتور، الوطن لنا جميعا ويسعنا جميعا، وعلينا أن نبتعد عن مسألة التخوين، لا أحد في هذا الوطن يمكنه أن يقدم وسام تخوين أو وسام عدم تخوين للمواطن آخر. نعم، هذا ما قصده للأمانة وزير الداخلية. لكن قبل أن تعود للدكتور سيعلق على وزير الداخلية، أنا أريد أن أعلق على بعض على نقطة واحدة قبل أن تصل إلى الدكتور، هو أن الرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي أن موريتانيا ولأول مرة تشاهد الناخب الموريتاني يقرأ البرنامج الانتخابي، يريد أن يلتمس فيه ما يريده هو، وبالتالي عندما تقرأ البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب الفائز تجد أنه يلامس ما تتحدث عنه الآن من عدالة اجتماعية ومن حقوق الآخرين ومن احترام الآخرين ومن تقدير الآخرين ومن أن الوطن لنا جميعا، قد نختلف في نقطة هنا أو في نقطة هناك، لكننا لا نختلف على أن الوطن ملك لنا جميعا. جيب. وبالتالي شكرا، اطمئن. طيب اطمئن، أعود إليك هناك دكتور. بصمة في هناك دقيقة. بصمة نعم. للرئيس المنتخب وهناك برنامج انتخابي سيحميك وسيحمي من كنت خلفه ومن كنت تعيش في حملته الانتخابية، الكل سيصبح سواسية أمام الرئيس المنتخب، لا الأغلبية ولا المعارضة، لهم أبواب مسدودة دون الآخرين. تعيش في حملتي، تعيش في المضارع. طيب أعود، لأن العيش تعرف مرتبط ب لا لا نعم، ما كنت تخوض معه، تخوض معه الحملة الانتخابية. طيب، لأن الآن الرئيس لا لحظة حتى تعود له أطمئن، الرئيس المنتخب الآن ليس رئيسا منتخبا للأغلبية وليس رئيسا منتخبا للمعارضة وليس رئيسا منتخبا لمن ساعدوه في الحملة الانتخابية، لكنه الآن أصبح رئيسا لكل الموريتانيين، وسيجد كل موريتاني سواء من فصال نيري
الى 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 جاكو الى بير مقرين في كل شبر من ارض الوطن سيجد نعم. رئيسا منتخبا نعم. للوصول عاود لك دكتور ترد عليه في دقيقه أطمئن. على هذا على تعيش هذه عباره لا 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 انا تجيب على السؤال اقصد لا تفضل تعيش معه وتاخذ معه يعني تعيش معه فتره تعايش معه لا 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 هناك ايام نعيشها لا هناك ايام نعيشها لا في اللغه العربيه لا لا اسمح لي الاحسن لا 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 حتى اوضح لا لا نحن على الهواء مباشره والمشاهد تابعنا أنت تعلم بأنك تعيش فترة زمنية مع إخوة وأشقاء لك حتى في الدراسة حتى في الخارج حتى في الغربة هذا ما عنيه هذا ما تقصد يعني طيب نعم رد بعجالة نعم وسؤال حوله هذا خط أحمر ومفيد أن تنهض الدولة بوظائفها في توفير الأمن هذا شيء مهم لكن أنا أعتقد أن ما جرى مؤخرا إما السلطة لديها معطيات ومعلومات لم تشاركنا تشارك الشعب الموريتاني فيها بشكل كافي لا أعتقد أن حفنة أو مجموعة قليلة من الأجانب يمكن أن توقف حياة بلد وأن تجعل البلد في حالة شبه طوارئ هذا غير مقبول وأعتقد أيضا أن السلطة في العالم تعمل على تهوين بعض الملفات وتضخيم أخرى لاعتبارات سياسية ولكن أعتقد أن الملفات ذات العلاقة بالأمن والاستقرار ذات العلاقة بالتنوع العرقي والفئوي لا ينبغي أن يعمل معها موضوع سواء تهوينها أو تضخيمها أو على الأقل أن يخضع هذا لمعايير عقلانية ووطنية واضحة لأنك قد تستفيد منها حالا ولكن عواقبها خطيرة جدا لا أعتقد أن المرشحين الذين سمعنا خطاباتهم الحملة الماضية أن منهم من يتورط في هذا الموضوع أو يمكن أن يتورط وأنا لا أفهم أيضا أن يتم اعتقال جنات صغار ولا يتم كشف الرؤوس الكبيرة ينبغي لوزير الداخلية أن يعقد مؤتمر صحفي ويشرح لنا ما الذي حدث ما هي الخطة التي كانت معتمدة للفوضى والفساد من هم زعماءها من هم مموليها من هي القوى التي تقف وراءها ينبغي أن يشرح هذا للموريتاني وإذا كان الأمر لا يحتاج هذا ملك أمر الأمر لأن يقوم بواجبه في حماية الوطن بطبيعة الموضوع عام يعني ثبتوا جدارتهم في إحكام القبضة الأمنية لكن أعود إليك فقط للتعليق على أن يعني هذه النتائج بصفتها الحالية 52 18 17 8 إلى غير ذلك 2 فاصل لأحد المرشحين التقليديين يعني لا تعتقد بأنه تحت وقع هذه النتائج تحتاج المعارضة فعلا إلى مراجعة فكرية وتجديد الدماء من جديد أعتقد أن المعارضة والموالاة بحاجة إلى وقف التأمل ودراسة لما حدث في الانتخابات الأخيرة وأن ترتب أوراقها من جديد على ضوء هذه المعطيات تصدر برامة ولداه العبيدي في الترتيب الثاني هذا أيضا استحقاق جديد رغم أن هنالك قراءتان للموضوع قراءة تقول بأن الرجل لديه قواعد وأن هنالك تحالف حدث بين الأرقاء السابقين وبعض المجموعات في الضفة استفاد منه الرجل وقراءة أخرى تقول على ضوء ما فعلته السلطة في انتخابات ماضية تعمل على ترتيب هنا وهناك لاعتبارات سياسية خاصة ولا أريد الخوض في هذا أيضا يمكن يكون له دور طيب. في ترتيب هذا الموضوع المهم أن هنالك خارطة سياسية جديدة وأن البلد بحاجة إلى التوافق وإشراك جميع أبنائه وأعتقد أن الرئيس المنتخب عليه مسؤوليات أن يقرأ ما حدث وأن يعيه جيدا أن موريتانيا بحاجة إلى التشارك وإلى طيب. التوافق الوطن. على أي حال في النهاية ربحت موريتانيا بأن ضربت نموذجا ديمقراطيا للتعددية السياسية وللتناوب السلمي على السلطة رئيس يغادر الحكم ويترك المكان لرئيس آخر وبرنامج انتخابي آخر بعد طبعا أن صوت عليه الشعب الموريتاني في ختام هذه الحلقة لم يعد بإمكاني إلا نتوجه بجزيل الشكر تفضل كلمة ختام لكن في نصف دقيقة لأن المخرج يشير في نصف دقيقة مصطفى نعم في نصف دقيقة وأشكر المخرج في نصف دقيقة أريد أن أقول ما يلي نحن لا نملك إلا هذا البلد لا نملك إلا هذه الأرض حبنا الله بجو السكينة وجو الوحدة الوطنية والتفاهم والانسجام علينا جميعا وهنا لا أتحدث عن الأمن ولا عن الجيش إنما أتحدث عن للمواطن وللمشاهد ليتابعوا الآن كل من موقعه له مسؤولية وعليه حق للدفاع عن أمني واستقراري
هذا البلد كل من موقعه، سواء كنت غسالا للسيارات، سواء كنت حمالا، سواء كنت تاجرا، سواء كنت بائعا متجولا، سواء كنت صاحب أجرة، لك تحمل أمانة في الحفاظ على الأمن والسكينة لهذا البلد. صحيح. محيطنا يلتهب، حمل الله من كل الكوارث، حمل الله من كل المصائب التي كانت من حولنا، والحمد لله الآن نعيش أجواء فرح. علينا جميعا شكرا. أن نحافظ على هذه السكينة، وفعلا موريتانيا محمية بوطنية أبنائها. أشكر الدكتور استعمر والشيخنا رئيس تيار الوفاق الوطني، أشكر الإعلامي مصطفى والمحمد محمود المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا، توجه بجزيل الشكر لكم مشاهدي الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، وإليكم تحياتي، إلى اللقاء.